سلام عليكم يا جماعة. الفيديو بتاع دلوقتي، انا الساعة 1 دلوقتي ما صبرتش ان انا اعمله الصبح من كتر ما انا يعني اتضايقت ونفسيتي اتضايقت من الفيديو اللي انا شفته ده. طبعا كلكم شفتوا وسمعتوا عن الموضوع اللي هو واخد ترند دلوقتي. ايه هو الموضوع ده؟ موضوع السايح اللي هو البرازيلي والمرشدة السياحية اللي هي المصرية. هقول لكم انا القصة يا جماعة. القصة ان السايح ده من البرازيل ونزل مصر، زي اي سايح بيجي من البلاد اللي بره بيحب يزور اثار مصر، يجي يقعد شويه بيتعامل احلى معامله ويشوف كل الاماكن بتاعتنا وبنشيله فوق راسنا. السايح ده كان بيزور الاقصر، مدينه الاقصر. كان في هناك مرشده سياحيه، فوقف اتكلم معاها يا جماعه، اتكلم معاها وبقى يتحرش بيها لفظيا بلغته طبعا، وهي منها غلبانه وطيبه ومش فاهمه اللغه. ناس هتقول لي دي مرشده سياحيه وعارفه اللغه. لا يا جماعه، هو كان بيتكلم بالمتغطي، كان بيتكلم معاها بالمتغطي بطريقه يعني متغطيه، مش بيقول لها كلام على طول في وشها، وهي برضو عشان مش فاهمه اللغه بتاعته بقت عماله تضحك وهو بيصور الفيديو وبتتكلم معاه عادي. هي مش فاهمة هو بيقول لها ايه في الفيديو، او بيقول الالفاظ اللي هو بيقولها في الفيديو ايه هي. طبعا راح مصورها. السائح ده طبيب يا جماعة، الوكسة الكبيرة ان هو دكتور وانفلونسر. يعني ايه انفلونسر؟ يعني بيصور فيديوهات وينزلها على صفحته الرسمية. صورها الفيديو ده وراح منزله على صفحته الرسمية. شفتوا بقى يا جماعة الناس اللي هناك اللي في البرازيل لما هو نزل الفيديو على صفحته استاءوا واتضايقوا من الطريقة او الكلام اللي قاله للمرشدة السياحية الطيبة دي اللي هي المصرية الغلبانة اللي ما كانتش تعرف هو بيقول لها ايه في الفيديو، بس هو كان بيتحرش بيها لفظيا وبيقول لها بالعربي كده كلام قليل الادب وهي مش فاهمة الكلام ايه يا جماعة. فطبعا نزله على صفحته، وبعد شوية بعد يوم كده ولا حاجة راح لها تاني في المكان اللي بتشتغل فيه، وراح قاعد يتكلم معاها وكان عايز يتحرش بيها بقى، وكان عايز يحط ايده على جسمها. وفي واحد من اللي شغالين معاها قال له لا ما تعملش كده، انت سايح وعلى عيننا وعلى راسنا، بس طبعا دي بنت بلدي وما تمدش ايدك عليها. وراحت البنت عرفت ان هو كان بيتحرش بيها وكان بيقول لها الكلام ده، الكلام اللي كان بيقوله لها هناك في المتحف كلام مش كويس. طبعا السايح ده وانا بكلمكم دلوقتي يا جماعه اتقبض عليه عشان بس ما حدش يقول لا ده الحكومه مش هتمسكه عشان هو سايح وبرازيل ومش عارف ايه. لا، اتمسك واتقبض عليه دلوقتي. وانا حبيت اشارك معاكم الفيديو عشان احنا مش رخاص يا جماعه، احنا المصريين اغلى حاجه، وحريم الحريم بتاعه المصريين مش سهله ولا رخيصه، ولما حد يعمل كده في حد تبعنا احنا مش هنسكت. وطبعا مش انا بس اللي اتكلمت على الموضوع ده، ناس كتير محترمه اتكلمت على الموضوع ده عشان حق البنت يرجع. وهو اتقبض عليه دلوقتي، اتمسك ان شاء الله ياخد العقاب اللي يليق بيه برضه، عشان بعد كده اي حد يفكر يعمل كده، حتى لو احنا اللي عملنا كده، حد من مصر عمل كده في اي حد غريب، احنا برضه هنطلع ونقول عايزين حقه. يا رب الفيديو يعجبكم، لو عجبكم متنسوش اللايك.